الفكره اللي عملها محمد الفاتح رحمه الله انه يعدي السفن بتاعته على البر من ميناء العمودين هنا الى داخل القرن الذهبي من حوالين جلطه. فالفكره طبعا ديت على فكره حصلت قبل كده. احنا كلنا معتقدين ان هي اول مره تحصل، ودايما بيقولوا المؤرخين في الكتب ان ديت فكره يعني ايه ظهرت لاول مره. دوكاس اللي هو مؤرخ البيزنطي طبعا مدهوش من الحركه اللي حصلت ديت، بيقول لك لقد حول السلطان محمد الثاني الارض الى بحار. مدهوش من هذا الفكره، لكن هو اتحصلت قبل كده، عملوها البندقيه قبل كده. الجيش البندقي في معركه من معارك في ايطاليا قدر ان هو ينقل السفن بتاعته عن طريق البر من مكان لمكان. فالمؤرخ البندقي اللي هو كتب القصه بتاعت القسطنطينيه كان في جراح بندقي يعني اثناء الحصار موجود جوه القسطنطينيه وكتب يومياته، ودوياته طبعا تفصيلات كتيره جدا مهمه، وكتير جدا من المؤرخين بيرجعوا لتفصيلاته. قال ان هو محمد الفاتح دي مش فكرته، ده خد الفكره من واحد بندقي كان موجود في الجيش معاه واعطى له الفكره، فهو مش عايز يدي كريدت او مش عايز يدي يعني ميزه هذا الابتكار الى محمد الفاتح. لكن المؤرخين الغربيين بيقولوا ان الاعجاز في هذا النقل ان هو مش بس نقل اول مره يتعمل او تاني مره يتعمل، لا ده هو نقل 67 سفينه، 67 سفينة في ليلة واحدة في عملية سرية. هو ده الإعجاز. ده عشان كده جورج فرانس، وهو فرانسيس ده معاصر للأحداث، هو برضو بيزنطي وكتب القصة، بيقول إن هو إزاي نقل 67 سفينة، ده رقم كبير، في ليلة واحدة ومن غير ما حد ياخد باله، يعني لا جلطة حست اللي هي أصلا بتنقل من وراء الموانئ ولا جواسيس الدولة البيزنطية حسوا. وده كان هو عمل فيه شغل كبير قوي عشان يلفت الأنظار عن الحدث، عمل قذف متواصل بالليل الناحية التانية عشان هم يفضلوا مشغولين مع الأسوار الغربية وما ياخدوش بالهم من هذا الموضوع، ولع دخان كتير جدا حرائق في المنطقة ديت، فصار الدخان مش مخلي الناس تشوف حركة السفن، شغل الموسيقى العسكرية بشكل عالي جدا جدا فعشان حركة الثيران وهي بتجر السفن على الأخشاب محدش يسمعها، فيعني عمل جهد عشان يخبي هذه العملية، نشر الجواسيس بتوعه في كل مكان عشان ما يبقاش في حد بيترقب الحدث. فده هو ده الإعجاز. فحتى لو كان بتوع البندقية عندهم الفكرة قبل كده، لأن محمد الفاتح كان عنده هذا التميز. حاجة تانية بيضيفها مؤرخين غربيين برضو الإيطاليين المنصفين، بيقولوا إن العملية بتاعت البندقية كانت على أرض مستوية، وعملية محمد الفاتح كانت على أرض هضبة زي ما انتم شايفين كيف الرسمة جاية من هضبة عالية، فده كان صعب جدا نقل السفن على هضبة عالية تطلع بها هذا المطلع وتنزل تاني، كان فيها مشقة كبيرة. أنا بضيف لهذا الكلام الحقيقة اكتشاف إن هذا الابتكار مش أول مرة فعلا محمد الفاتح يعمله، وفعلا البنادقة عملوه، لكن قبل البنادقة ب 150 سنة عملوه المماليك المسلمون، عملوه في مصر ونقلوا الأسطول بتاعهم على البر من نقطة لنقطة، من بحر المحلة لفرع دمياط عشان يواجهوا الأسطول الفرنسي اللي كان جاي من دمياط لحد المنصورة. فالكريدت بتاع الموضوع ده برضو إسلامي، مش لمحمد الفاتح بس للمماليك، وده ثابته واثبتها في الكتاب باكثر من مصدر، يعني الفكره بتاعتنا الحمد لله. الرسمه دي فيها غلطه واحده طبعا ناهيك عن وش محمد الفاتح، مش الرسمه صح، يعني احنا الرسمه الصحيحه اللي احنا ورينا صورته في الاول، السفن ديت ما هياش السفن العثمانيه اللي كانت موجوده في الزمن ده، هي سفن كبيره، هو رسم سفن جنويه او بندقيه بتاعت الزمن اللي هو موجود ده، فما كانتش السفن كبيره بالمنظر. السفن الصح هي اللي موجوده في الرسمه دي، كانت السفن بالمنظر ده، سفن رفيعه وطويله لكن ولها مجاديف والشراع بتاعتها قليله، فما عندهاش القدره على المناوره زي السفن الغربيه يعني، بس برضو الرسمه دي فيها غلطه. الغلطه ديت انهم حاطين الجنود اثناء على السفينه، هو مش معقول هيركبوا الجنود وينقلوها بالجنود، اكيد هينزلوا عشان يخففوا العبء شويه.
فيعني كل رسمة لها قصورها يعني. فده ايه ده الوضع. انا هتجاوز بعض الشرائح كده معلش عشان الوقت، واقول لكم هنا خلي بالكم في محاولة الاقتحام التانية فقدنا 7000 شهيد، وفي محاولة الاقتحام التالتة فقدنا 10000 شهيد. انت بتتكلم دلوقتي على 7000 و10000، وقلنا 12000 قبل كده بس في 3 ايام 29000. مفيش موقف عزيز بتاخده الأمة او وضعية كبرى وسط العالم من غير تضحيات. والناس اللي ماتت دي كلها لها أسر، لها زوجات ولها اولاد ولها عائلات وابهات وامهات، وآلام شديدة مرت بها الأمة لكي تمر يعني من هذه الأزمة وتعبر إلى منطقة عزة يكون لها شأن ولها مكانة في العالم. ففي تضحيات كبيرة جدا، وفي ملامح واضحة في الجيش. الجيش ده كان عنده إيمانيات عالية جدا، التذكير دايما بلا إله إلا الله أنهم دايما بيقولوها وأصوات عالية جدا، والعلماء بيتحركوا، وفي نفس الوقت الإقبال على الموت. 7000 دولة ماتوا إزاي وال10000 دول ماتوا إزاي؟ ماتوا بالزيت المغلي، يعني بيحاول يطلع وبيرموا عليه زيت وبيطلع برضه. يعني انت وانت رايح تقدم عارف ان المجموعه الاولى هتموت هتموت. يعني اي روح، اي ثبات، اي عزيمه في القلب تخليه انت رايح وعارف ان اللي فوق بيدلق زيت مغلي من فوق وبرضه رايح على امل ان هو اول 100 200 ألف هيموتوا والباقي هيكمل. فازاي الاولانيين دول طلعوا كده؟ طبعا المثبت من ثبته الله عز وجل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من عند الله، بس الله لا يعطي الثبات لأي إنسان، لازم يكون قدم كتير، لأن ده مسألة صعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، هي قضية مش سهلة. فهو بيطلب الثبات، والصحابة يقولوا يا رسول الله أتخاف علينا؟ انت دايما تكثر، كان من اكثر دعائي على فكره اللهم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلبي على ديني. فهو اتخاف علينا؟ قال نعم، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمين عارف بكره؟ انا النهارده ثابت بكره وضعي ايه؟ فكون ان الجيش مره واثنين وثلاثه يثبت بهذه الصوره، هذا جيش منصور، هذا جيش مربوط بالله عز وجل، هذا جيش نيته واضحه في عملية نصرة للأمة وعملية عزة للدين وعملية ما في الدنيا ما كانتش تلمس القلب. وده أحد الأدلة زي ما كان أخونا يقول ما الدليل على ذلك، دليل هذا التثبيت اللي حصل في مثل هذه المواقف الصعبة التي يمر بها المسلمون. الجيش ما كانش ما عرفش يدخل بهذه الطرق، دور على طرق ابتكارية. الحرفية موجودة في الجيش عالية جداً، يعني مش مجرد ان هو روح عالية وبس او ثبات وعزيمة وبس، لا عنده كمان افكار عسكرية. شفنا الفكرة بتاعت السفن، وشفنا طبعا انتقال السفن على فكرة ما قدمش الموضوع عسكريا كتير، وهو العلماء كل بيقولوا ان الفكرة مبهرة واثرها النفسي اضعاف اثرها العسكري، لان حتى لما نزلت السفن الناحية التانية ما عرفتش تعمل حاجة، لأن هو الأسوار برضو عالية والمدافع اللي عليها صغيرة، ما قدرتش إن هي تخترق الأسوار المتهالكة أصلا اللي موجودة على القرن الذهبي. لكن عملت أشياء كتيرة جدا. أولا أدهشت البيزنطيين زي ما انت شفتوا المؤرخين البيزنطيين المعاصرين بيقولوا على الموضوع، فالناس اللي جوه بقى مرعوبين، دخول من هنا ودخول من هنا. الحاجة التانية سحبت عدد من الجنود يدافعوا عن الأسوار دي، فريحت الأسوار الغربية شوية. الحاجة الثالثة وقفت في كحاجز صد واضح أمام جلطة، لأن هي بقى صارت ما بين جلطة وما بين القسطنطينية، فما عادش فيه إغاثة ممكن تيجي من جلطة، فأمن الفاتح جانب جلطة. الحاجة الرابعة بقى قدام السفن البيزنطية، فما عادتش مناورة السفن البيزنطية سهلة. 26 سفينة بتوع الدولة البيزنطية اللي كانوا موجودين في القرن الذهبي صار حركتهم صعبة في وجود 67 سفينة عثمانية موجودين في نفس المنطقة. ففي مصالح أخرى تحققت، نعم ما حصلش اختراق من القرن الذهبي لكن في مصالح. كل دي أفكار ابتكارية عند الجيش. عملوا أفكار تانية، عملوا جسر عائم
من عند زاجانوس باشا اللي هو كان جنب جلطة لحد جلطة عشان يتغلبوا على موضوع ان السفن الصغيرة في القرن الذهبي دي مش عارفة تقصف، فعملوا اسمه برج بتاع جسر عائم براميل وعليها خشب عشان يقدروا يعدوا مدافع اكبر شوية وجنود فوق البرج الجسر العائم ده من الناحية اللي موجودة في شمال القسطنطينية الى القسطنطينية. عملوا محاولات اختراق بالسفن مرة تانية من خلال السلسلة بعد ما بدأ يخف الضغط بتاع السفن البيزنطية في الدفاع عن السلسلة. عملوا محاولة انشاء انفاق تحت الارض، انا مش عارف اخترق السور بالمدافع، طب انا اعمل نفق واخش من تحت الارض، بس النفق بتاعي لازم يبقى بعيد قوي عن الخندق ويمشي كل المشوار ده ويخش تحت. لازم يكون بعيد ليه؟ اولا عشان ما المايه دي ما تغرقوش، ثانيا علشان ما يشوفوش الجيش البيزنطي فيعرف هو داخلين منين. فعملوا الانفاق دي، عملوا ابراج خشبيه عاليه، البرج طوله اربع ادوار والبرج بيتحرك والجنود يقاتلوا من اعلى البرج عشان يبقوا في مستوى الجنود اللي موجودين في البيزنطه في بيزنط داخل الدوله البيزنطيه، فما يبقاش في القاء الزيت بقى والميه المغليه عليهم والكلام من ده. فده ايه ده، دي محاولات، دي مش محاوله ولا اتنين ولا ثلاثه يا اخوانا، دي عملوا جسر عائم وعملوا ثلاث محاولات اختراق بالسفن وعملوا عدد كبير من الابراج كلها اتحرقت وعملوا 14 نفق وكلها اتهدت ومكملين. يعني ما فيش عندهم نوع من الزهق او الفشل او الاحباط، مكمل كل ما يعني كل الابراج دي اتحرقت بالكامل. النفق في قصص كتيرة جدا مكتوبة في اكتشاف الانفاق هذه، ان ازاي البيزنطيين كانوا بيكتشفوا النفق، كان عندهم مهندس الماني متخصص في هذا الموضوع كان بيكتشف الانفاق بشكل غريب ويحفروا انفاق مضادة من الناحية التانية ويقابلوا الجيش العثماني تحت الارض، يعني قصص ضخمة جدا جدا. لكن المحاولات ما وقفتش، وده اللي خلى يعني روث فيلدمان وهي كاتبة كتاب مهم جدا عن فتح القسطنطينية موجود عندكم حاولوا تقروه، وكتاب يعني في أمريكا، هي مؤلفة أمريكية، بتقول لا يوجد شيء يمكن عمله لإيقاف إصرار العثمانية على التقدم. هنكمل حتى مع كل هذه المعاناة اللي مروا بيها. عملنا سفارة يوم 23 مايو، احنا خلي بالك الحصار كان بادي يوم 6 أبريل، احنا بس بنعدي كده بسرعة كل محطة من دول. في كتب ضخمة مكتوبة على فتح القسطنطينية، بس فتح القسطنطينية في الكتاب هيكون معدي 200 صفحة، فاحنا يعني بنتجاوز امور مهمه. في الاخر عمل سفاره دبلوماسيه عن طريق اسماعيل ابن اسفنديار بعتناه هناك، وطبعا ده كان امير اسفنديار وكان صديق لقسطنطين الحادي عشر، فعشان كده بعته محمد الفاتح على اساس انه يقدر يعني يلين قلبه بكلمات صداقه بقى، يقول له ان انت في الاخر الموضوع هيقع البلد هتقع، فالحق اخرج دلوقتي قبل ما تخرج بعد كده مضطرا او اتفتحت البلد. رفض قسطنطين الحادي عشر. فكان عند الجيش العثماني ساعتها يعني مشكلة بقى ان نكمل ولا ما نكملش، لان القضية احنا طال علينا الوقت والاتمان المدفوعة كتير، احنا بنتكلم على 29,000 شهيد في 3 ايام، لكن من 100 ل 150,000، فاحنا بنقول ان الجيش من 100 ل 150,000، لكن فانا عندي فقط لو انا 100,000 فقط 30% من جيشي، والدولت في الأيام الكبيرة، لكن أثناء الأيام الصغيرة في ناس برضو بتموت لكن مش بالأعداد الكبيرة اللي احنا اتكلمنا على دي. فرفض السفارة، فأنا الجيش صار عنده احتمالية للإكمال وعدم الإكمال. حصلت حاجات غريبة جدا يوم 24 ويوم 25 مايو. أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء، حاجات غريبة جدا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حصل خسوف للقمر، أنا رجعت للناسا وتأكدت أن في هذا اليوم في 24 مايو حصل خسوف للقمر ومكتبينه بدركته، رجعوا لموقع وهتلاقوا موجود المثبت في الكتاب الصفحة بتاعت ناسا اللي ذكر هذا الموضوع. حصل خسوف للقمر، حول القمر لشكل هلال،
الرمز العثماني. الكلام ده اضطربت عنده بيزنطة، شافت الهلال في القمر كان اليوم ده موافق 16 جمادة الأولى، يعني مفروض القمر يكون مكتمل. فلما لقوا القمر على شكل هلال في يوم مفروض يكون مكتمل، قال إيه الحكاية؟ إحنا كده بيضحك علينا. فحصلت هزيمة نفسية كبيرة جوه القسطنطينية. هم اصلا جوه القسطنطينيه لما عرض عليهم سفاره اسفنديار ابن اسماعيل بن اسفنديار كانوا مترددين ومختلفين، نكمل ولا ما نكملش. وقسطنطين الحادي عشر دي اخر اوراقه، هو كل اللي يملكه في الدنيا هي القسطنطينيه، لو سلمها خلاص بقى في الشارع، فما ما عندوش. لكن الناس عايزه تعيش، وخاصه معاه 2000 واحد اجنبي مرتزقه بنادقه والجنويين، ف في تردد. فجت الحكايه ديت خلت الجانب اللي هو المتردد ده يزداد ترددا، والانقسام يزداد في الشعب، والناس بدات تعمل زي الثورات جياع. احنا بدات الازمه تبقى كبيره ومفيش اكل في المدينه ومش هنقدر نستنى كتير، وهم دلوقتي كمان القمر عاملها كده. طب وبعدين؟ الاعجب من كده يا اخوانا شيء عجيب جدا والله، انا رجعت له موجود مثبت، نبوءه قالها قسطنطين الأول، The Great، قسطنطين The Great اللي هو العظيم اللي هو مؤسس القسطنطينية، قالها من 1200 سنة قبل القصة دي، قايل في هذه المدينة بنيتها وهذه المدينة تسقط عندما ينقص القمر عندما ينبغي أن يكون كاملا. والله جابها منين ده الله أعلم، ما عرفش، قراءة في كتب الأولين في التوراة في الإنجيل، شيء تحرف ما وصلناش، نبوءة نبي قبل ذلك الله أعلم، إنما هو فعلا قال كده. فالناس قالت الله أدي النبوءة بتاعت قسطنطين، القمر ينبغي أن يكون كاملا، فخلاص رايحة رايحة المدينة هتقع هتقع بالنبوءة اللي احنا مستنيينها بقالنا سنين طويلة. غريب. أدي قبة آيا صوفيا، آيا صوفيا، هجية صوفيا، اسمها هجية صوفيا يعني كنيسة الحكمة المقدسة. في الليلة دي في يوم 24 مايو الناس لقت عليها لون أحمر، ضوء أحمر غطاها كلها، فضل طول الليل مغطيها، فقالوا آدي العناية الإلهية خرجت بره البلد بهذا الضوء الأحمر شبه الدم اللي مغطي كنيسة آيا صوفيا اللي هي أعظم حاجة عندنا. الضوء الأحمر ده جاي منين؟ الله أعلم، ما حدش يعرف لحد دلوقتي، المؤرخين مختلفين جدا، لأن الضوء الأحمر ده شافوه أهل بيزنطة وشافوا محمد الفاتح والجيش بتاعه اللي موجود بره، يعني شيء ملاحظ شافوه. المؤرخين الموجودين دلوقتي بيحللوا الموضوع بيقولوا والله غالبا ده انعكاس نيران معسكر محمد الفاتح، لان محمد الفاتح كان في الايام الاخيره دي بيخلي الجيش كله يولع الشعلات عشان يعمل رهبه نفسيه عند الجيش البيزنطي، فقالوا ده انعكاس الضوء. بس اشمعنى في الليله دي؟ ما هو النور خمس ست ليالي مضيء المشاعل، ما حصلش الضوء الا في الليله دي. الحاجه الثانيه، انا قست المسافه ما بين آيا صوفيا وما بين جيش محمد الفاتح بره الأسوار الغربية، لقيتها 5 كيلو، فصعب 5 كيلو ينعكس الضوء هذه المسافة الطويل. بعض الناس قالت إن ده والله هذا مكتوب كلام علمي يعني، والناس بتناقضه أو بتثبته، إن ده انعكاس انفجار بركان في أستراليا أو في إندونيسيا في الوقت ده اخر الارض، يعني ان ده انفجار بركان، لان فعلا في الوقت ده حصل انفجار بركان ضخم جدا في اليوم ده، بس برضو ان الاثر يجي من هذا المكان الى هذا المكان سبحان الله. في ناس قالت نيزك انفجر في الوقت ده والاثر بتاعه الضوء بتاعه، اقوال كتير، المهم ان الحقيقه ثابته. في هذه الليله برضو كانوا عايزين يصلوا، كان عندهم صوره السيدة مريم مقدسة عندهم جدا، وكانوا ناقلين الصورة إلى قصر على الأسوار، عندهم قصر ملكي موجود على الأسوار الغربية،
فجايبين السور عند القصر عشان تحفظ لهم السور من الاختراق الإسلامي. فعايزين يعملوا الصلاة فمش هيقدروا يجيبوا الشعب كله، الشعب 50,000، مش هيجيبوا جنب الأسوار تحت الرمي بتاع الدولة العثمانية شغال، فعايزين يجيبوا الصورة من القصر يودوها في داخل المدينة عند آيا صوفيا، مشوار يعني حوالي 5 كيلو زي ما قلنا، عشان يصلوا هناك الصلاة بتاعهم في وجود الصورة المقدسة بتاعتهم. والصورة دي كانت على حجر كبير جدا وضخم، هي دي الصورة على فكرة الأصلية اللي حصل فيها المشكلة يعني. الصورة دي موجودة في روسيا دلوقتي. فنقلين الصورة وهم بيتحركوا بيها، قامت الصورة ايه وقع على الأرض بالرجالة اللي شايلينها، قامت مكسورة زي ما انتم شايفين كده مكسرة، وما عرفوش يشيلوها، شالوها بجهد جهيد بعد فترة طويلة جدا. فاتأخرت الصلاة عن الميعاد اللي هم هيصلوا فيه، لسه هيبتدوا بقى يصلوا بعد ما عرفوا يشيلوا الصورة. نزل مطر عجيب جدا على البلد، فعلا عمل طوفان، عمل فلاد حقيقي في يوم 24 مايو، عمل فلاد لدرجة ان الشعب كان خارج عشان يصلي ومعاه الاولاد، الطوفان لو انت مش مركز ياخد الطفل ويمشي بيه، فالناس اترعبت فقامت مروحة كلها فما صلوش اليوم ده. وقالوا ان هو ايه، ان ربنا مش عايزنا نصلي في اليوم ده، خلاص القضية انتهت. واخر حاجة صحي يوم 25 لقوا فج ضباب شديد مغطي المدينة في وقت لا يتعودون فيه على هذا الضباب، مش شايفين بعض في هذه الليلة. فقالوا ده كله ده ان ده كان غطاء لخروج العناية الالهية، الملك اللي بيحمي المدينة، وكان عندهم اسطورة ان في ملك بيحمي المدينة، ان الملك ده خرج من المدينة تحت هذا الغطاء. كل ما تحصل حاجة يأولوها في اتجاه ان المدينة رايحة. كان عندهم نبوءة برضو قديمة بتقول ان المدينة ديت هتسقط سنة 1492، احنا في سنة 1453، فكان بيعدهم نبوءة قديمة بتقول ان المدينة هتسقط سنة 1492 بعد 7000 سنة من نزول ادم على الارض. في حسبتهم ان 7000 سنة دولت هيخلصوا سنة 1492. المفروض نفسيا لو انا عندي نبوءة بهذا المعنى اقول الحمد لله البلد مش هتسقط دلوقتي مهما حصل، لكن نتيجة الهزيمة النفسية الرهيبة اللي عندهم قالوا الحسبة دي كانت غلط، وايه هتصل سنة 1453 واحنا كنا حاسبينها غلط. اصل يعني انت هتجيبه يمين هتجيبه شمال هي هتقع. فده الجو العام اللي كان موجود في داخل القسطنطينية في ذلك الوقت. الناحية التانية ده كله انا بحطه تحت اطار وما يعلم جنود ربك الا هو. احنا الكلام ده بالنسبة لنا مش غريب، لان احنا عندنا سورة الاحزاب ربنا سبحانه وتعالى نصر الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش بالريح مش كده، وعندنا الملائكة نزلت في بدر، وعندنا المطر نزل في بدر بطريقة على الجيش المسلم ونزل بطريقة تانية على الجيش اللي قدامنا. يعني احنا متفهمين هذه المعاني. طبعا المؤرخ العلماني اللي ما عندوش الإيمانيات ديت مش فاهم هذه المعايير، فبيتكلم بيقول ديت صدفة، ده حظ عاثر، ده كذا ده كذا ده كذا، لكن هو في الآخر الأمور تجري بالمقادير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. المطر والضباب والأشياء دي كلها احنا متعودين على ذكرها، وطبعا إهلاك الأمم السابقة كلها، وشوف قوم نوح وقوم عاد كله بريح وبمطر وبطوفان، الكلام ده بالنسبة لنا احنا نعرفه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. اقتربت الساعة طبعا، يعني في تفصيلات برضو كتير يهمني تعرفوا، ان الجيش العثماني في الليلة او في اليوم اللي قبل القتال مباشرة قبل الساعة الأخيرة كان صايم، كان محمد الفاتح ادى يعني امر الجيش كله يوم الاثنين، الفتح حصل يوم 29 مايو، كان يوم 28 مايو، الجيش كله كان صايم، اداهم مكافآت ضخمة جدا تكفي الواحد منهم انه يعيش غني طول عمره. وقال ان هو حتى الخمس بتاع الغنائم بتاع الدولة مش هتاخده الدولة، هيتوزع على الجيش برضه، 4 أخماس الغنائم بتروح للجيش والخمس بيروح للدولة. قال لهم الدولة لن تأخذ إلا المباني والأسوار، أي شيء في داخل الدولة البيزنطية هو خلاص هيتوزع على الجنود. ده بيدي حوافز أقشم سدين بعت له رسالة أنه إن هذا في كتاب الله عز وجل، حوافز الدنيوية ديت وأخرى تحبونها، يعني ديت ما فيهاش كده. فما مش عايزين ايه نقول لا والله دول كلهم مشايخ بقى وكلهم مش بتوع الدنيا،
اداهم في هذا الموضوع وشجعهم بهذا العطاء، وفي نفس الوقت برضو ماسك العصاية من النص، التهديد اللي هيرجع هيموت، ما عندناش اختيار تاني والله. وقف لهم فرق مراقبة، بوليس واقف على البتاع، اللي هيرجع هيتقتل من عندنا احنا بقى، احنا اللي هنقتله، فيا اما تاخد لك الزيت المغلي هناك يا عندنا احنا هنا. ففي في صرامه في الموضوع، في الكلام ده كلام مهم جدا. الميزان ده على فكره الجيش كان بيحبه جدا، محمد الفاتح يعشقه يعني، يعني يعني فعلا من الشخصيات المؤثره جدا. وهنشوف الكلام ده برضو لو تيسر يعني في احد الشرائح، شهادات الغربيين بيقولوا ان ما شفناش حد بيجمع الشعب بتاعه، يجمع ما بين الرهبه منه والحب له بهذه الصوره. هم بيرهبوه جدا ويخافوا منه، بيحبوه جدا، سبحان الله. هو زي الاب بالنسبه لاولاده، وهو سبحان الله محمد الفاتح في هذه المعركه وبيحفز الناس، يقول لهم يا ابنائي افعلوا كذا وكذا، وهو كان عنده ساعتها 21 سنه، الجيش كله قد ابهاته كل، والله العظيم بيقول لهم كده، هو ده الخطاب. تخيل انت واحد عنده 21 سنه يشعر بشعور الابوه للمقاتل ده عنده 30 سنه وده 35 وده 40، وده ده هبه من الله عز وجل، كاريزما ديت ربنا سبحانه وتعالى بيزرعها في قلوب ناس. يعني في امور كتيره طبعا يعني عملها الفاتح، واستراتيجيته في الهجوم كانت غير المرات السابقه. المرات السابقه كان عندنا محاولات اقتحام زي ما قلنا، 3 محاولات سابقه لهذه المحاوله الرابعه، والمحاولات كلها ما نجحتش، مات مننا 200 في اول واحده، والثانيه 7000 والثالثه 10000، غير طبعا ال 12000 بتوع مراكب بحريه. المره دي غير في جزئيتين، الجزئيه الاولانيه انه بدا يضرب من كل السور الغربي، هو الاول كان بيضرب عن سانت روماس بس، المره دي قام بدا خلى الجيش الميمنه والميسره والوسط كله يضرب في وقت واحد. فده عمل ايه؟ هو عمره ما هيخترق من البوابات ديت، بس التاني سحب جنود من هنا، ما عادش كل الكتله موجوده هنا، فسحب ناس هنا وناس هنا، فصارت الكتله اللي موجوده في الدفاع عن ابواب سانت روماس اقل، تمام. فديت اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو عمل حاجه جميله قوي، ان هو بدا يعمل موجات متتابعه، الموجه ساعتين، فبيحط الاول بيضع الاول ابتداء من الساعه 12 بالليل، طبعا في ناس تقول واحده او واحده ونص بالليل، بس انا في القياسات بتاعتي الحقيقه في الدراسه ما ينفعش يكون قبل بعد كده، لازم الساعه 12، لان هو في احداث خلصت عند الفجر، وانا شفت الفجر ساعتها بيبقى الساعه كام، فلازم الحسبه تمشي كده. فهو الساعه 12 بالليل تقريبا في يوم 29 مايو، اول ساعات 29 مايو، خلى في فرقه في الاول تضرب ساعتين، وبعد الساعتين ما يخلصوا هتنسحب الفرقه ديت وتخش فرقه تانية تضرب وراها، وبعد ما تخلص ساعتين هتخش فرقه تالتة تضرب وراها. ده يعمل ايه؟ هيحافظ على دولت اللي هم الجيش البيزنطي شغال طول الليل في الحرب، وانا عندي مجموعه بتضرب وبتريح بعد كده، وتطلع مجموعه تانية تضرب وتريح، وعندي اعداد، فممكن اقدر اعمل القصه دي. التانيين مضطرين مساكين ان هم يقفوا طول الوقت يدافعوا، فهو كمان انا بادي الحرب بتاعت الساعه 12 بالليل، يعني المفروض اخر اليوم والناس جايه هتنام، بعد طول النهار في ضرب في قصف مستمر، فالناس واقفه، المفروض الوقت ده يريحوا. هو جالهم الساعه 12 بالضرب المتتالي، فالناس منهكه جدا. فاول فرقه، طب يحط اول فرقه دي اقوى فرقه ولا اضعف فرقه ولا ايه رايكم؟ أضعف فرقة عنده حطها في الأول تنهك التانيين، وأنا مش ناوي إن أنا أقتحم بيها، ما أنا مش عارف أقتحم بيها، فأنا هحط أضعف فرقي في الأول وخلي القوي في الآخر. فحط الباشي بازوك اللي هي القوات المرتزقة اللي هي مش احترافية، مش جيش احترافي زي الجيش النظامي بتاعه، حطهم في الأول وقعدوا يضربوا ساعتين، وطبعا الناس دي كلها أصلا جاية عشان الفلوس، فبيقتلوا بكل حمية عشان ياخدوا حاجة، وقعد مكافأة عالية جدا. المهم المحاولة قعد ساعتين لحد ما خلصوا الساعتين وتعبوا ورجعوا تاني انسحبوا. التانيين كانوا فاكرين انه خلاص القضية انتهت، لقوا ايه؟ لقوا الفرقة التانية بتاعت الاناضول اللي هي كانت فرقة الميمنة جاية، طبعا دي فرقة نظامية،
فرقة محترفة، قتالها كان أشد ألف مرة من قتال الباشي بازوك، فزادت في إنهاك الجيش العثماني وقعدت ساعتين وكان في احتمال كبير يدخلوا. طبعا كل ده مترافق مع القصف المستمر عشان أي ثغرة تحصل يخترق من خلالها الجنود العثمانيون. حصل الفرقة الثانية جات برضو ما وافقتش في الدخول، خلصت الساعتين دخل الفجر، صلوا الفجر، وبعد الفجر دخلت الفرقة الثالثة الانكشارية ومعها محمد الفاتح. محمد الفاتح كان واقف عند الخندق وهم دخلوا لحد الاختراق، وقعد الحرب مستمرة بقى من بعد الفجر لحد تقريبا الساعة 7 أو 8، ساعتين يعني بعد دخول وقت الفجر. الحسابات كلها بتقول برضو مش هيخشوا. تخيل حسابات العسكرية بتقول ان هو في اخر المطاف دولت برضو مش عارفين يدخلوا، لان الاسوار عالية جدا والمساحة اللي بتتكسر ضعيفة. فبيخش منها قد ايه؟ بيدخل منها عدد من العثمانيين مثلا نقول 100 200، قدامهم 100 200. فطول ما انت بتحارب من عدد ضيق فاللي قدامك قوته زيك، والتاني كمان ورا الاسوار وانت تحت وهو فوق، يعني الموضوع صعب. فبالقياسات العادية برضو هذه المحاولة ما كانتش هتنجح، وقعدنا ساعتين ومش عارفين ندخل. طب لو ما دخلناش؟ لو ما دخلناش هنروح. تخيلين كده؟ كان ده قرار محمد الفاتح. هذه هي المحاولة الأخيرة في اختراق القسطنطينية، لأن احنا خسرانين 30,000 بني آدم لحد دلوقتي، ودي المحاولة دي الله أعلم مات فيها قد إيه، أكيد مات فيها عدد. وخلاص الناس نفسها في الجيش مضطربة، نكمل ما نكملش، اختلاف ما بين القادة في الفكرة، يا ترى دي ذات جدوى ولا لا، إمكانياتنا جاز ما تسمحش بالدخول دلوقتي، ندخل بعدين، لو رجعوا في سنين بقى، ويا ترى في زمن محمد فتح ولا في غيره. فهذه اللحظة الفارقة، احنا بنتكلم في دقائق فرق. طبعا دي صور من الهجوم، يعني مرسومة بشكل جيد جدا للحدث. في هذه اللحظة الفارقة أحد الجنود أو أحد المجموعة من الجنود العثمانيين 50 واحد اكتشفوا باب مفتوح في الأسوار. غريب جدا، احنا بقالنا 53 يوم هنا وبنضرب. الباب المفتوح ده بيقولوا ان هو مجموعة من الجيش البيزنطي حاولت تعمل اختراق للمعسكر العثماني، وهي رجعة بعض المؤرخين بيقولوا فشلت في غلق البوابة، لان البوابة مهجورة صغيرة، او بوابة صغيرة ما هيش من البوابات العملاقة بتاعت الدولة البيزنطية، يعني يا نسيت ان تغلق هذا الباب. فشافوه موارب كده باب مفتوح، فالخمسين واحد حتى من غير ما يقولوا محمد الفاتح ولا القادة بتاعتهم راحوا جريوا على البوابة المفتوحة وطلعوا دخلوا جوه القسطنطينية. سبحان الله، مين فتح الباب؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، ما فيها كلام هنا. هو الباب ده مفتوح، احنا عمال اضرب في السور بقى 53 يوم ولاغي بوابة صغيرة كده مفتوحة دخل منها 50 واحد، طلعوا جري على برج من الابراج. هو 50 واحد يعملوا ايه في القصة كلها؟ مش هيلحقوا يعملوا حاجة، لكن اهم حاجة عملوها ايه؟ زرعوا العلم فوق البرج. العلم العثماني بقى مزروع فوق البرج زي ما انتم شايفين كده، وما نزلش من ساعتها. الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظ البلاد المسلمة كلها. رفع العلم، كان اسمه حسن اللبطلي اللي هو الرجل الذي رفع هذا العلم، وعلى طول الأسهم البيزنطية شافته ضربت عليه وماتوا 30 واحد منهم، ماتوا منهم حسن نفسه اللي رفع العلم ده مات في هذا القصف. لكن الرسالة وصلت في داخل القسطنطينية، قالوا دخل العثمانيون خلاص. فحصل ضربة نفسية ساحقة في وقت هم أصلا منهكين للغاية، تتكلم على الساعة 6-7 الصبح، في قتال من الساعة 12 بالليل وقصف طول اليوم، وأصلا هزيمة نفسية قبلها بالأحداث اللي شفناها في 24 و25 مايو، والقصة والصراع داخلي ما بين البنادقة والجنويين بيكرهوا بعض أصلا، وما بين الكاثوليك البنادقة والجنويين والبيزنطيين اختلافات قد كده، فمش ناقصة.
فلما حصل هذا الموضوع الجيش اتهز بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت العثمانيون قالوا ده أخذنا المدينة، هم مش عارفين منين دخلت الناس دي دخلت، بس احنا جوه. ومين اللي رفع العلم العثماني؟ ما هو عثمانيين. فقالوا ان في فرقه تانية دخلت من مكان تاني ولا، فعزيمه عاليه جدا جدا عند المسلمين. مع هذا الموضوع متزامن معاه في نفس الوقت، ودي هقول يقولوا صدفه ازاي، معاه في نفس الوقت جت طلقه في مين؟ في جوستينياني اللي هو المنظم لكل عمليه الدفاع. قالوا صدفه او حظ عاثر، والحقيقه غير ذلك، فالامور تجري بالمقادير. مش يعني تزامن ضربه جوستينياني مع رفع العلم في نفس اللحظه اللي اترفع فيها العلم اتضرب جوستينياني. لو كان عايش الراجل ده محرك معاه الجموع كلها في الدفاع، عنده كاريزما عاليه جدا. لما اتضرب جوستينياني كان لسه عايش ما ماتش، قال للجنود بتوعه شيلوني وادوني على سفينه. هو ضربه كانت ضخمه كبيره جدا يعني، وحتى البندقي بيكرهه اللي هو الجراح البندقي اللي بيكتب الـ اسمه بربارو مشهور اللي بيكتب اليوميات، فبيقول ان هو هرب من ارض القتال لما شاف الكلام. لا بس هي ضربه كانت قويه لانه مات بعدها بيوم من الضربه دي. بس هو ماشي قال لهم ادوني السفينه، ال 700 مشيوا معاه، ال 700 مشيوا معاه وهربوا وراحوا كسروا السلسله وخرجوا بره القسطنطينيه كلها. فحصل بقى ايه؟ هزيمه يعني كامله، اتفتحت الابواب. اول ما ده هرب خلاص الدنيا كلها اتفتحت. قسطنطين الحادي عشر قتل، دي صوره مرسومه في اوروبا لقتل قسطنطين الحادي عشر. ودخل محمد الفاتح الى القسطنطينيه 29 مايو 1453 21 جمادى الاولى 857 هجريه، في يوم تغير فيه وجه التاريخ. لما دخل محمد الفاتح الى القسطنطينيه في احداث كتيره وفي تعليقات كتيره. انا يعني حاسس طبعا انتوا تعبتوا كتير قوي الله يعينكم، فانا هقف شويه عشان نعم عندي 10 عندي 10 ساعات 10 دقائق انا محتاج طيب ماشي ناخد 10 دقائق. القسطنطينيه عاصمه العالم، مين اللي قال كده؟ نابليون. خلاص انا بجاوب عشان عشان الوقت. الرسمه دي رسمه جميله جدا، دي رسمه للقسطنطينيه قبل ان يفتح محمد الفاتح عشان نتصور هو دخل على ايه. الرسمه دي رسمها رسام فرنسي اسمه انطوان هيلبرت، وليه رسومات تانية كتير. من القراءات بتاعته تصور لشكل القسطنطينيه وقت ما دخلها محمد الفاتح، ودي هاجيا صوفيا. نعم اترسمت امتى؟ دلوقتي الايام دي، هو معاصر، هو رسام رسام معاصر تصور للوضع. انا هوريك رسمه مرسومه في ايامها، بس الرسمه دي مرسومه حديثا، وعنده رسومات كتيره جدا بتفصل اماكن معينه في داخل القسطنطينيه. ارجعوا لها على الانترنت، هي رسومات جميله بتعيشك في الجو العام اللي كان موجود ساعتها. الفاتح امام القسطنطينيه برضو احد رسوماته، برضو دي طبعا دي رسمه مش حقيقه، لان دي شكل ايا صوفيا قبل ما تتحول مسجد. دي الصوره الوحيده اللي عندنا ليها قبل ما تتحول مسجد، ما فيش صوره حقيقيه مرسومه لكن دي تخيليه. فديت ايا صوفيا، دي رسمه تانية بس دي حقيقيه، دي مرسومه في القرن ال 16 يعني بعد حوالي 100 سنه من فتح القسطنطينيه. خلي بالك فيها مدنتين، مدنه هنا ومدنه هنا، ده آيا صوفيا بمدنتين، مدنة بناها محمد الفاتح وقت ما فتح القسطنطينية، والمدنة الثانية بناها ابنه بيزيد الثاني. بعد كده في الأزمان اللي جت بنوا مدنتين تانيين، فبقى الشكل النهائي للآيا صوفيا اللي أنتم عارفينه دلوقتي اللي هي أربع مآذن. دي آيا صوفيا الموجودة دلوقتي، طبعا دلوقتي هي متحف. فمحتارين هم العلماء يا ترى مدنة محمد الثاني هي محمد الفاتح يعني هي ديت ولا ديت الورانية ديت ولا الأولانية هنا، وغالبا هي ديت يعني. طبعا ان هو المدنة بتاعته شخصيا اتهدت وبناها تاني سليم الثاني، اتهدت لأنها كانت معمولة خشب وبنوها حجارة. فلكن اول محمد ما فاتح ما بناها كان بناها من الخشب. طيب السؤال بقى اللي هناخد فيه لحد الظهر، تحويل آيا صوفيا الى مسجد،
اللي هو السؤال كان اتسأل في الأمس، هل يجوز تحويل المسجد الكنيسة إلى مسجد؟ وليه عمر بن الخطاب ما حولش كنيسة القيامة إلى مسجد؟ وبالعكس رفض أن هو يصلي في الكنيسة عشان ما يأخذش المسلمون بعد ذلك هذه الكنيسة ويقولون هنا صلى عمر. فإيه الفرق في الموضوع؟ الفرق حقيقة فرق فقهي مهم جدا، وإحنا قلنا محمد الفاتح كان بيتحرك بالعلماء وهو ماشي، يعني في كل خطوات هو بيضافه نفسه، عنده علم شرعي عالي جدا. أولا لازم نفرق يا ترى صلحا أم عنوة، هو ده الفرق الرئيس في القصة. البلد اتفتحت صلحا ولا اتفتحت عنوة؟ عنوة. ده حكم فقهي مختلف كليا عن البلد اللي اتفتحت صلحا. البلد اللي اتفتحت صلحا زي القدس في زمن عمر بن الخطاب، ده بالاتفاق بيني وبين قائد المدينة، قعدنا مع بعض في جلسة تفاوض قلنا والله لو فتحت لي الأبواب لك هذه المزايا، لك الأمان مثلا على نفسك، على زوجتك، على عيالك، على مالك، على كذا، لك الأمان، أو هتخرج من البلد. يعني بالاتفاق بقى اتفقنا على إيه لما قعدنا مع بعض في الاتفاقية؟ اتفقنا ان كل حاجه في البلد تبعك، ان انت على قياده البلد، ان كل كنائس البلد محفوظه ليكم، ان كذا كذا، الاتفاق. فالاتفاق اللي كان ما بين عمر بن الخطاب ورئيس مدينه القدس وقت ما فتحها، ان كل الكنائس بتاعتك محفوظه زي ما هي، وان كل ممتلكاتك محفوظه، وانك تدفع الجزيه للمسلمين وتعيش في ظل المسلمين في حمايتهم، ما فيش اي مشاكل، ومؤمن على حياتك وعلى اموالك وعلى اعراضك وعلى كل شيء. ده الاتفاق. وده اللي كان عرضه محمد الفاتح على قسطنطين الحادي عشر، والتاني رفض واصر على القتال، وهو اللي بادي القتال بالغدر زي ما اتفقنا وزي ما شرحنا. فخلاص قال له والله لو انا قتلت ما تسالنيش عن حاجه، المدينه كلها خلاص بتاعتي، فالاموال بتاعتي والديار بتاعتي والاسوار بتاعتي والكنائس كلها بتاعت المسلمين برضو، فيجوز له ان يحول الكنيسه الى مسجد، ما فيش مشكله فقهيه في هذا الموضوع، وما فيش مشكله على فكره عرفيه. عشان بي اخت امبارح بتسال بتقول طب هم بيقولوا في اسبانيا انهم حولوا مساجد اسبانيا الاندلس الى مساجد الى كنائس علشان محمد الفاتح عمل كده سنه 1453. طبعا الاندلس سقطت السقوط النهائي 1492، يعني بعد زمن محمد الفاتح بعد ما كان مات اصلا ب 11 سنه. فبيقول ان ده هو السبب. لا، انت بتدلسه في التاريخ، لان انتوا حولتوا مساجد طليطله كلها في القرن الخامس الهجري يعني الثاني عشر الميلادي، وحولتوا مساجد قرطبه واشبيليه اللي سقطوا في القرن السابع الهجري يعني الثالث عشر الميلادي قبل محمد الفاتح ب 200 سنه، يعني قبليه ب 400 سنه و 200 سنه قبل القصه دي كلها، فمش ده اللي رابطكم بالموضوع. لكن الانكى من ذلك واشد ان انتوا لما حولتوا مساجد غرناطه كلها لكنائس انتوا كنتوا عملتوا عهد مع المسلمين الا تحولوا اي مسجد الى كنيسه. هي دي مشكله، ان انت لو انت انا ممكن يعني اتفهم عرفا ما فعلته في طليطله وقرطبه واشبيليه لانها فتحت عسكريا من قبل النصارى واسقطوا الدوله الاسلاميه هناك عسكريا فحول المساجد الى كنائس. لكن انا لا اتفهم انك انت تحول مساجد غرناطه كلها بعد العهد الطويل اللي انت عملت عهد من 92 بند، والعهود دي تصدق عليها البابا، والاخر جيب بعد ما دخلت بجيشك قمت محول كل المساجد مش بعضها الى كنائس. ومش بس كده، ده انت بدات تتبع المسلمين اللي مش هيغير دينه هيتذبح، والمسلمين واليهود على فكره لكل غير الكاثوليك، المسلمين واليهود يا تتنصر يا تتذبح. انا عملنا كده، احنا محمد الفاتح عمل كده، هتشوف دلوقتي شهاده اليهود في حق محمد الفاتح لما دخل القسطنطينيه. فبيقول ان الفرق في التعامل مختلف كليات، احنا ما تتبعناش النصارى عشان نموتهم، احنا ما قتلناش غير المقاتلين فقط، الشعب كله محمد الفاتح قال له روحوا امنين، مع ان هو يمتلكهم كلهم، يعني في عرف الحروب خلاص هم كلهم عبيد، فكلهم رجعوا يشتغلوا في وظائفهم. ومحمد الفاتح كان يريد اعمار المدينه، دعا كل من هرب من المدينه على مدار ال 20 30 سنه الماضيه انه يرجع تاني المدينه وياخد بيوته ويعيش في القسطنطينيه من النصارى اليونانيين. يعني شو يعني ده فكر تاني خالص، بتتكلم على ايه؟ اين الثلا من الثريا؟ بتقارن ايه بايه؟
فالوضع اللي كان في الأندلس لا يقارن مطلقا بالوضع اللي حصل في فتح القسطنطينية. فده معاملة بالمثل ما حصلتش هنا. احنا هنا دخلنا يعني فتحا، لما بخش عهدا لا يمكن احول شيء الى اي كنيسة الى مسجد. والدليل على كده كنيسة الرسل المقدسة وهي عندهم اعلى من اي صوفيا سابها. هو حول كنيسة الآية صوفيا وبعض الكنائس الأخرى، عشان هي مش كنيسة واحدة، لأن الحكم ده يا إخوانا عام. زي ما قلت الحكم عام. يعني إيه عام؟ يعني ينفع يعملوا في آية صوفيا وفي غيرها من الكنائس كمان. ده لما دي فتحت عنوة يبقى أنا ممكن أحول أي مكان فيها إلى ما يحتاجه المسلمون بعد الفتح. حولها المدرسة، حولها المسجد، حولها المستشفى، حولها خلاص المدينة دي بتاعته، وصار بيتحرك فيها، فتحها بالقصر بالحرب. ولو هم كانوا انتصروا علينا كانوا عملوا فينا نفس اللي احنا بنتكلم فيه، ومعاملة زي ما قلنا بالمثل. الحاجة الغير كده، الحاجة إلى دور العبادة. هو الشعب البيزنطي قد إيه ساعتها؟ 50,000. والجيش بتاعه قد إيه؟ 5,000. سبع طبعا 2,000 روحوا، البنادقة والجنويين سابوا البلد ومشيوا، إنما اللي موجود 5,000 جندي و50,000 شعب، يعني نسبة واحد لكام؟ 1:10. أنا الجيش بتاعي قد إيه؟ 100,000. والشعب بتاعي ممكن يكون قد إيه بهذه المقاييس وهذه المعايير؟ ممكن يكون 500,000. فأنا بعد الفتح ده هو لما دخل المسلمين بقى المدينة واستوطنوا فيها، يحتاجون إلى دور عبادة، عايزين مساجد يصلوا فيها، وأعدادهم كبيرة جدا والتانيين أعدادهم قليلة. والمدينة زي ما أنت شفتوا في الصورة اللي رسمها هيلبرت الفرنسي مقدسة مليانة. فهو يريد مساحات الناس تصلي فيها، في نفس الوقت هو ما حولش كل الكنائس زي ما هناك عامله في غرناطة. ده هو حول عدة كنائس، اختلاف ما بين المؤرخين، حول كنيسة ولا 2 ولا 7 من الكنائس اللي موجودة في القسطنطينية، وبقية الكنائس موجودة للنصارى، وبدأ ينشئ مساجد جديدة من البداية في داخل الأماكن اللي ممكن يعرف يبني فيها مساجد. الحاجة الجميلة التانية، فتح جلطة. جلطة اتفتحت صلحا، يعني جلطة مع ان محمد الفاتح اكتشف موتى قتلى في الجيش البيزنطي من اهل جلطة، يعني كده اثبت عليهم ان في ناس منهم كانوا بيحاربوا مع بتاع في مخالفة للعهد، الا ان هو قبل بالرسالة اللي جات له بالرسل اللي جوله من جلطة يعرضون السلام وفتح ابواب جلطة بدون قتال. قال خلاص مش عايزين نضيع وقت تاني في فتح جلطة، ماشي، وقابل منهم وفتحت جلطة سلما. ما حولش ولا كنيسة في جلطة اللي هي في شمال القسطنطينية مباشرة، كل احتفظوا بكل كنائسهم كما هي، وكتب لهم الكلام ده في العهد. وهنشوف العهد ان شاء الله بعد الصلاة، هنشوف عهد جلطة، لان ده عهد جلطة ده نموذج يحتذى، ان هو خدوا العهد ده كتب بعد فتح القسطنطينية بيوم او يومين، وفضل هذا العهد النموذج لكل البلاد التي تفتح صلحا. يعني النموذج بتاع فتح البوسنة هتلاقيه يعني شبيه بكده، كل بلد سلمت صلحا يعني بتاخد العهد بتاع جلطة ده كمثال. برضو لازم ناخد بالنا من البعد السياسي، لان آيا صوفيا كان بتدار منها الارثوذكسية في العالم كله، كانت مركز قيادة قسطنطين 11، ولما هو يحول ديت لكنيسة فدي ضربة لكل الأرثوذكس. إذا كانت القسطنطينية بآيا صوفيا بقت في إيد المسلمين، فما فيش مقاومة هتكون في كل البلاد الأرثوذكسية اللي تبع الدولة العثمانية، بلغاريا واليونان ومقدونيا ورومانيا، يعني مناطق كتير جدا أرثوذكسية ممكن تعمل مشاكل الدولة العثمانية. فده كان بعد سياسي مهم جدا في المرحلة ديت، وخاصة وإحنا لسه في بداية حكم محمد الفاتح ولسه ما استقرتش الأمور. وآخر حاجة بقولها في الموضوع، أنه هو مع كل هذا راعى مشاعر النصارى، ما عملش إلا تغييرات قليلة جدا، حط منبر وغطى الصور من غير ما يكسر شيء، وحكينا قصة أمس على هذا الموضوع، وبنى مئذنة واحدة من الخشب وخلاص على كده، عشان ما يبقاش عندهم يعني إيه رؤية الصرح العظيم بتاعهم ده بينهار أو بيتغير فيه تغييرات جذرية. فده ديت قصة تحويل المسجد إلى الكنيسة إلى مسجد، وهي اتكررت الحقيقة في بعض الأماكن الأخرى في أوروبا، يعني مش بس في القسطنطينية، لأن قلنا الحكم عام. لو المدينة فتحت عسكريا
وبعد أنظرتهم بالصلح وهم رفضوا خلاص الاتفاق والعرف بين المتحاربين على أنه خلاص المدينة صارت ملكا لفاتحها وبيقدر يحول كنائسها إلى مساجد. لكن الحق يقال أن محمد الفاتح وغيره من الفاتحين أو الدولة العثمانية ما كانوا يكرهون أبدا أحدا على تغيير دينه ولا على أنه هو ما يبقاش لاقي مكان يعبد فيه إلهه على الطريقة التي يعبده. بيتركوا لهم كنائس كثيرة تكفي لصلاتهم وما كانش عندهم مشكلة في هذا الموضوع. وهنتعرض إن شاء الله لتعامل الفاتح مع الأرثوذكس في مدينة القسطنطينية في شريحة إن شاء الله قادمة بعد الصلاة. ده موضوع تحويل الكنيسة. لو حد لسه عنده يعني استفسارات عن الموضوع يكتبها وإن شاء الله بعد الصلاة نستكمل. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.